بدنا نطلع مشوار. يا اولاد بدكم تخلصوا الروايه الاسبوع الجاي. الرفض ممنوع ها؟ حضره المعلمه. كيف كانت عطلة الأسبوع معي؟ ما رح خبرك، كان لازم تجي وتعرفي لحالك. لا تكوني لقيمة نهال، سيلين كان عندها مسرحية، لولا هيك كنت اجيت. مسرحية لسيلين، ايه مزبوط، لولا هيك كنت اخترعتي لك شي شغلة تانية، أنت بتضلي مشغولة ببناتك، صرت حافظة الحجج تبعك. بس ثانية، بدي دافع عن حالي ضروري. واو، شو هالضحكة الحلوة أنسة جونش؟ أنا ما بتوصلني مسجات غير من البنك. لك شو هالحكي الفاضي نهال؟ معقول بعد هالعمر تقلي لي هالحكي؟ كله عمرك 35 سنة. صحيح. لازم على طول ذكر حالي بهالشي مو هيك؟ طلعي على حالك لسه لهلأ ما فارقت وشي. حبيبتي نهال هي وحدة من رفقاتك بعتلي فيديو بيضحك، هي كل القصة خلص. أكيد حبيبتي هي وحدة من رفقاتك، ليكي إذا في حدا بحياتك وما بعرف بدي أزعل. خلصنا بقى نهال. أوف تمام، أصلاً كنت رح خبرك بكل شي. شو؟ مو معقول عن جد عم تحكي؟ كتير انبسطت لك حبيبتي، يلا خبريني عنه، يلا شكله حلو. وطي صوتك شوي، هلأ بسمعونا الأولاد. خلص رح خبرك كل شي عنه. خبريني شو اسم صهرنا لأتركك تروحي. هالوك. ايه والله مثل ما عم قلك بدنا نطلع مشواري المساء أنا وياه. ايه هو عزمني. ايه أكيد بنقعد أنا وياكي وبحكي لك كل شي. صباح الخير. صباح الخير. صباح يا ولد. صباح الخير. قولي على بعض شو هالجسم. يا ويلي. هي أمي يا كلب. طولي بالك، والله ما حكيت شي أنا. سد بوزك. الأنسة زهراء كمان معلمتك، ليش معنك شايفها حلوة؟ اسمع، هالمرة حكيت معك كلمتين تمام؟ بس بالأول لازم تعتذر. تمام أنا بعتذر. لك شوفي شو عم بصير؟ إذا بسمعكن عم تحكوا عن أمي مرة تانية رح كسر لكم راسكن يا كلاب. عشو عم تطلعوا كل وحدة على صفة؟ شو هلا بغضب هاي؟ والله ما أكلي. يلا العاب. يا زلمة والله داخل بدي أطلع، ما في شي بفش الخلق هون. قوموا أنتوا الاثنين يلا. معني محضرة ولا درس. يلا شي خلينا نروح. أخذت الرسالة اللي كتبت لك إياها بحصة الجغرافيا؟ أخذتها. إيه شو رأيك؟ منروح على كوردون بس نخلص؟ لحالنا؟ لا جيب رفقاتك معك، منروح لهنيك كلياتنا. لك أكيد لحالنا. موافق. الشباب اللي بعمر الـ17 كتير مملين. كبار شوي حبيبي. ليك أنا أسطورة بهاي المدرسة كلها، أنا أهم طالبة. أخي لا، الأسئلة اللي بتجينا بالامتحان غير هي. لا مو مزبوط. وأنت شكلك شب حلو وجديد هون وما بتعرف شي لسه. أنا؟ بس أنا رح أعلمك كل شي، بدنا شوية وقت. وبصراحة نحن لابقين لبعض، اللي فهمت علي شي؟ هلأ بقى شو رأيك نروح على كوردو؟ شو عم تعملوا؟ كنتي عم تتسمعي علينا؟ لكن شو مفكرة أتركك لحالك مع هالدرويش يا حلوة؟ بعدين لا تنسي إنك بتكوني أختي. بس يا ريت تنتبهي إني أنا موجود معك. أصلاً شو مقعدك هون لهلأ؟ بوريس معني منحكي بعدين ماشي؟ حاولي تضلي بدون حبيب، ووقتها بوعدك رح جيب لك شو ما بدك وأي يعني شي. بدك تتحكمي فيني لأنك أكبر مني بـ5 دقائق؟ حسبي شلون ما بدك، أنا أختك وما رح أتركك على راحتك. أجلوا الخناق لنرجع الكل عم يتطلع فيكم. ليك تخانق أختي. أنا هلأ ما رح جادلك بشي. خلص حبيبتي الصغيرة أنتي. يا ريت ما تكبري بنوب وتضلي صغيرة عطول. وما تقربي من كل هالشباب الزعران. خلصنا أختي. قلولي كيف كان يومكن يا حلوين؟ والله كان كتير أكشن يا أمي. وإنتو يا توأم؟ مستحيل نكون توأم، أكيد في غلط بالموضوع. مزبوط، أكيد صار شي غلط وبدلونا بالمشفى. معقول صار معك شي وقت كنتي حامل يا أمي؟ مستحيل يكون في سبب تاني لجذبتك أختي. إيه إجا وقت المواعظ. إيه فهمت عليكم تمام. شو رأيكم نروح نتغدى سوا بشي محل وناكل بيتزا؟ لا ما بدي، بعتذر عاملة دايت اليوم. تمام هلأ عرفنا ليش مخك ما عم يكبر. شو تفضلتي؟ مثل ما سمعتي والله. يا بنات خلص خلص تمام، يمكن أحسن شي هلأ نروح على البيت.
أمي برد علي أنا؟ لا حبيبتي، أنا برد بعدين، يمكن لو في شيء مهم كانوا اتصلوا.